بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في إطالة متجددة لبرنامجكم اليومي عناوين، والذي نطوف من خلاله عبر مجموعة من المحطات المتنوعة، نبدأها مع صحافتنا المحلية ثم العربية وبعد ذلك العالمية، ونقف أيضا مع أهم وأبرز القضايا التي طرحت في هذا الصباح في الصحافة بشكل عام. والبداية كالعادة مشاهدين الكرام باستعراض لأبرز العناوين. حالة من التأهب في معسكر الأحمر لوضع نقاط الإعداد على حروفها. ارتباط اللاعبين يؤجل انطلاق معسكر منتخب الشباب. وفنجا ينتفض ويمطر مرمى العروبة برباعية. الأهلي السعودي يسجل أول حالة خسارة ويودع كأس الملك. ودراغون البرتغالي بورتو يحقق الأهم على أنصاره ويطيح بالبايرن. إذن كانت هذه أبرز العناوين مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونبدأ المشوار. وضعت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا ونهائيات الإمارات الآسيوية اتحاد كرة القدم أمام خيارات محددة بشأن ترتيب أوراق المنتخب الوطني. صحيفة عمان تناولت خطة الإعداد لقادم المواعيد وخرجت بعنوان تقول فيه: اتحاد الكرة يدرس خيارات الإعداد المثالي، حيث تشير الأنباء إلى أن اتحاد الكرة سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة برنامجا متكاملا عن إعداد الأحمر للتصفيات المزدوجة، خاصة وأن فرصة الحصول على بطاقة المجموعة الأولى متاحة وممكنة إذا ما توفر الإعداد الجيد وحافظ المنتخب على استقراره الفني. ولا نستبعد بعض الآراء في بعض بأن يشكل الأحمر لمشكلة للمنتخب أو بمشكلة للمنتخب الإيراني وينافسه بقوة على البطاقة الأولى، وذلك قياسا بالمواجهات القريبة التي جمعت المنتخبين. الشبيبة التقت بمجموعة من الإعلاميين في وسطنا الرياضي وخرجت بمجموعة من الآراء ووجهات النظر عن نتائج القرعة. نتعرف على أهم ما خرجت به أو ما خرج به استطلاع الشبيبة من خلال هذه القراءة. سحبت الثلاثاء الفائتة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة المالزية كوالالمبور قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووزع الاتحاد الآسيوي المنتخبات المشاركة في التصفيات على 5 مستويات استنادا إلى التصنيف الشهري للاتحاد الدولي، ويشارك في التصفيات 40 منتخبا ستوزع على 8 مجموعات بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة. وقد جاء منتخبان عربيان في المستوى الأول هما الإماراتي والعراقي اللذان تأهلا إلى نصف نهائي كأس آسيا في أستراليا مطلع العام الجاري. القرعة وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران والهند وتركمانستان وغوام. الشبيبة التقت مجموعة من الإعلاميين وخلصت من خلال آرائهم إلى أن الطريق إلى الإمارات سالك وإلى روسيا بحاجة للعمل الجاد، وأن على المنتخب استغلال المباريات التي ستقام على أرضه وعدم التفريط في نقاط المباريات السهلة في المجموعة، وأن المنتخب بحاجة لمجموعة من المباريات الودية على مستوى عال واختيار رجال المرحلة المقبلة ممن لديهم نفس وروح المنافسة في هذا الاستحقاق. نرحب الآن مشاهدينا الكرام بالإعلامي الرياضي الأستاذ مع النداف، أهلا وسهلا. أهلا بك أحمد، يا مرحبا. إذا نبدأ من التوقعات، يعني كثير من الإعلاميين يروا بأن مشوار المنتخب نحو آسيا 2019 في الإمارات سهل، لكن المهمة إلى روسيا كأس العالم 2018 تحتاج لعمل مضاعف. يعني أعتقد المهمتين أنا متلازمتين مترابطتين مع بعض، خاصة أنه المهمتين متعلقتين بنفس المباريات. الأمل والأحرى والحافز والتفاؤل اللي بيعطيك إياه هذا بالتأهل بالوصول إلى المراحل المتقدمة من تصفيات كأس العالم والتصفيات الآسيوية، أنه المجموعة اللي عندك معروفة يعني مكشوفة أوراقها وسبق لك فيها تجارب وكانت تجارب إيجابية.
المنتخب الإيراني ليس ذلك المنتخب مثلا الخارق القوي جدا، وهو بنفس الوقت ليس ذلك المنتخب السهل. لا، يتطلب هذا الأمر الاعتماد على ما ستعده للمنتخب أو ما ستقدمه للمنتخب من استعدادات، سواء من طريق المعسكرات أو من خلال المباريات. الأهم برأيي بكل التصفيات أنه ما تضيع ولا نقطة على أرضك، يعني هذا الشيء المهم. كل المباريات التي ستقام على ملاعبك وبين جمهورك يجب أن تأخذ عليها العلامة الكاملة، وبعد ذلك ما سيأتيك من وما ستحققه من مباريات خارج أرضك هو يعتبر في صالحك. قد يقول البعض المنتخب حاليا في مرحلة غير مستقرة، في مرحلة حرجة، البعض يقول تغيير الجهاز الفني، بعض الإبقاء عليه، البعض الأمور غير واضحة. هذا الأمر ينعكس سلبا على المنتخب بشتى الوسائل. ما خلينا يعني نجامل ونقول لا الأمور ما زالت، لا، هذا الأمر كل ما تأخر الوضع على أو بالأحرى حالة المنتخب أو بالأحرى عدم الضبابية أو الضبابية وعدم الرؤية، عدم وضوح الرؤية. تتكلم يعني ترمي للجهاز الفني مثلا استمرارا من العديد. يعني حتى هذه الأمور كلها بنسمع نحن اتحاد كرة القدم بصدد إصدار بيان لوغوين باقي لوغوين لم غير تأخر القرار تأخر كثير. يعني الأمور غير واضحة تماما. بالنسبة لنا نحن الشيء المادي والشيء الواقعي أنه لوغوين موجود، ولكن اعداد المنتخب لم يبدا، لم تطرح هناك خطه الاعداد، يعني ما في شيء واضح. هل الامور هي اللي قد تؤثر ويجب ان نتجاوزها خلال فتره سريعه من اجل يعني خلاص التركيز وتصير امامك هدف انت وتبني عليه من اجل المرحله القادمه. كما قلت لك الوصول للتصفيات الاسيويه اصبح امر عادي بالنسبه للمنتخب، وطموحه يتجاوز هذا الامر بدليل أنه كان خلال العشر الكبار في آسيا للتصفيات القادمة ووصل للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. هذا الأمر بيتطلب أنك أنت يعني هذا وصلت أنت هذا الحد يجب أن تصل إليه وبالعكس تعززه وتتقدم للوجه المنافسة. جميل. ربما هنا تكمن الصعوبة. طيب ماذا عن المنتخب الإيراني؟ إحنا والمنتخب الإيراني نعتبر الأفضل في المجموعة، كيف ترى منافستنا معهم على البطاقة الأولى؟ كما قلت لك المنتخب الإيراني لك تجارب أنت معاه سابقة، منتخب قوي إيران، قوة كروية آسيوية كبيرة جدا، لكن من خلال تجاربك السابقة ومن خلال النتائج اللي حققها المنتخب مع المنتخب الإيراني هناك فرصة كبيرة وفرصة مناسبة في حال كان إعداد منتخبك بالطريقة المثالية وكان جاهز من النواحي الفنية والناحية البدنية والنفسية، كل هالأمور نعرفها نحن بتشكل العناصر القوة في أي منتخب. في حال كانت الجاهزية الأمور يعني ليست مستحيلة. كما قلت لك المهم بالنسبة لك طالما المباريات تقام بطريقة الذهاب والإياب والتصفيات بطريقة الذهاب والإياب عليك أن تستفيد من المباريات المقامة على أرضك، وبعد ذلك يعني كرة القدم أنت بتعرف كرة القدم كل شيء جائز فيها، لكن المهم أنك تحصل على النقاط اللي لازم تحصل عليها. طيب. ومع احترامنا لكل المنتخبات الثلاث الأخرى بعيدة عن المستويات، لكن هذا بس لابد أن نحترمها، يجب أن تحترمها حتى طبعا تستطيع أن تصل إلى ما بعد ما هو كلام سليم محقق. في إطار خطة الإعداد المشاركة في البطولات القادمة، سلطت صحيفة عمان الضوء على قرار تأجيل معسكر منتخبنا الوطني للشباب وتحديد موعد بديل لتكتب في عنوانها منتخب الشباب يتجمع في 22 من الشهر الجاري، حيث ينتظم لاعبو منتخبنا الوطني للشباب في معسكر داخلي يقام في مسقط خلال الفترة من 22 ولغاية 25 من الشهر الجاري. وكان مقررا أن يبدأ المنتخب يوم أمس معسكره الداخلي، إلا أنه تأجل بسبب الظروف الخاصة بارتباط اللاعبين مع أنديتهم والتي حالت دون ذلك. ويتحضر منتخبنا للشباب للاستحقاقات القادمة والمتمثلة في تصفيات كأس آسيا للشباب. ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الكابتن رشيد جابر مدرب منتخبنا الوطني للشباب. مساء الخير كابتن رشيد. مساء النور أحمد. أهلا وسهلا بك. إذن المعسكر اللي كان مقرر ينطلق به الأمس يتم تأجيله لبضعة أيام لارتباط اللاعبين مع أنديتهم، رأيك في هذا التأخير البسيط؟ والله هو المفروض يقام، بس تعرف ارتباطات نحن أجلنا على أساس معظم اللاعبين وأغلبية اللاعبين متواجدين مع الأندية اللي هو أندية السيف وصور والسويق والمصنعة، فحبينا أن اللاعب يكون معنا دي في الفترة هذه، ورحلنا البرنامج من 15 إلى 22. جميل. فمجرد لإعطاء الأندية فرصة أكثر مع لاعبيها أنه يكونوا متواجدين في الفترة هذه معهم.
جميل. طيب المنتخب كابتن رشيد في الفترة الماضية أيضا كانت له مجموعة من المعسكرات، والآن أيضا معسكر داخلي قادم، كيف ترى يعني مشوار الإعداد حتى الآن؟ والله هو المرحلة القادمة أحمد، هي المرحلة القادمة كانت هو يعني كان العدد كبير جدا، يعني تقريبا أول ثلاثة أو أربعة معسكرات العدد فيما يخص اختيار اللاعبين كان العدد تقريبا أكثر من 70 لاعب أو 75 لاعب من معظم تقريبا الأندية في السلطنة من خلال دوري الشباب. فكانت المعسكرات الأولى تقريبا ثلاثة أو أربعة معسكرات هو أنه نحن نوصل للأفضل 30 لاعب طبعا فيما يخص القائمة المختصرة، وال50 اللي هي القائمة اللي بتروح للاتحاد الآسيوي. فكانت هذا، فعملنا في المعسكرات تقريبا الثلاثة الأخرى اللي هو الأربعة الأخرى كانت نوع من بدأ خلق نوع من الانسجام من أسلوب اللاعب، من الأشياء اللي ممكن نحن نطورها في اللاعب فيما يخص الجانب التكتيكي والجانب الفني أكثر. يعني تعرف أنه نحن لعبنا فيما يخص اللاعب خاصة اللاعب النشئ واللاعب اللي هذا بتنقص أمور كثيرة جدا خاصة هذه الجوانب. فكان ترجيزنا خلال المرحلة أيضا اللي بعدها هي المرحلة الثانية هو أنه تطوير فيما يخص هذا العمل اللي هو سواء كان العمل التكتيكي أو العمل الفني. طبعا المفترض أن يكون هناك في مباريات خلال المعسكرات الأربعة الأخيرة، لكن للأسف الشديد يعني ما قدرنا نتواصل، لعبنا مباراة واحدة فقط مع المنتخب القطري وكانت إيجابية، يعني أعطانا مؤشر إيجابي أنه في عندنا مواهب. يبقى أنه نحن تعرف بناء اللاعب وخاصة في هالمراحل هو الأساس جدا، هو أنه نبنيه ونأسسه بحيث أنه يكون عنده القدرة أنه يلعب على مستوى إقليمي ومستوى دولي. فبالطبع بتهمنا المباريات أكثر من أي شيء لأننا بنحاول نبنيه للمستقبل. جميل. فتجربة كانت إيجابية كتجربة أولى، ولكن محتاجين ما يقل عشان ندخل التصفيات ما يقل عن 25 إلى 30 مباراة دولية. أتمنى تكون في المرحلة القادمة هذه المباريات متواجدة يعني. بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الكابتن رشيد جابر مدرب منتخبنا الوطني للشباب، وكل التوفيق لكم إن شاء الله في المرحلة القادمة. في دوري عمان تل المحترفين قسى فنجة على المتصدر العروبة بنتيجة ثقيلة عندما فاز عليه بأربعة أهداف لهدف واحد. صحيفة عمان رصدت قمة الجولة 21 وخرجت بعنوان تقول فيه فنجة يهز الصدارة العرباوية برباعية. فرغم تقدم العروبة في الدقيقة 22 إلا أن فنجة سارع في تعديل النتيجة في الشوط الأول في الدقيقة 43 ليعيد المباراة إلى بدايتها. ومع انطلاقة الشوط الثاني مالت الكفة لفنجة وشدد من قبضته على مجريات اللقاء وترك للعروبة التسرع وعدم التركيز والعشوائية والأداء الباهت. وتفوق ظفار على نواخذة سور برباعية نظيفة وأوقف سلسلة نتائجه الإيجابية، فيما تعادل الشباب مع صحار. إذن المتصدر والوصيف حتى الآن يسقط بالأربعة. نبدأ مع العروبة اللي خسر على ملعب أمام فنجة. يعني المتابعين للمباراة استحق فنجة من خلال تعامله الجميل مع المجريات استحق الفوز، أنه تستفيد من أخطاء بسيطة ومسميها باهتة أو بدائية وتسجل، ومن ثم تكون طموحاتك وأصرارك على الفوز أوضح في ظل يعني خلينا نكون من ناحية فنجة كان أكثر تنظيما الأفضل انتشارا أكثر ترابطا بين الخطوط عكس العروبة اللي ما شفنا هو هذاك الفريق اللي تابعناه خلال الجولات الماضية، حتى ما شفتونا هذاك هو الفريق اللي لعب مع فنجة بمرحلة الذهاب بمسقط وفاز بهدف واحد. فريق مختلف كان تماما، لم يكن في يومه. أعتقد ربما هالهزة دائما هي بترافق الفرق دائما بتكون طمحة للمنافسة. المباراة في بالنسبة للعروبي في حواليها كثير من علامات الاستفهام، ما ظهر بالشكل المعروف، يعني بتشعر في شيء غير طبيعي بهذا الفريق. أعتقد إدارة النادي والجهاز الفني اللي كان بتأكيد غير راضي بدليل يعني الفريق بتشعر أنه الفريق في وضع غير طبيعي عكس فنجة تماما، لعب بهدوء، لعب بتركيز عالي وهي شغلة مهمة جدا، روح عالية أيضا. يعني بتلعب بتركيز عالي أنت خلاص كل الأمور بتصير بسيطة بيناتك، ترابط الخطوط، الانتشار، الأخطاء الفردية القليلة قياسا بالأخطاء الفردية اللي كانت كل هالأمور مجتمعة بتعطيك فرصة للتسجيل. أضف لذلك أنه استفاد من الفرص المتاحة للتسجيل بالطريقة المثالية عكس العروبة اللي كان غائب تماما عن المباراة وبالتالي خسارة منطقية. صور لم يستغل تأثر العروبة وأيضا سقط بالأربعة أمام ظفار. العروبة مدين لظفار بشكل كبير جدا لسبب واحد، لو لم يستطع ظفار الفوز على صور كانت الأمور بالنسبة للعروبة كبيرة جدا. ظفار
أفاد نفسه، سجل فوز واقترب من الصدارة 34.39. هناك كثير من الطموحات تعطيه والدافع لزفار. زفار قدم مباراة جميلة، لعب كرة قدم بسيطة حلوة سهلة، فرض حسين الحضري كما كنت عم حكي أنا وياك، فرض نجوميته وأثبت أنه هذا اللاعب لاعب موهوب، لاعب عندما يلعب بمزاجه الجميل جدا يستطيع أن يفعل كل شيء، سواء من خلال التمرير أو من خلال التسجيل أو خلال التهديف أو حتى اللمحات الكروية الجميلة. قيمة فنية عالية جدا، جميل جدا. صور كان يعني نفس حالة العروبة، نفس هي حالة صور، الأمور بتشعر فيها غريبة شوي، لكن هذا الدوري دائما يجب أن يعني لا يمكن خلال مشوار الدوري أن يكون هناك فريق ماشي على استقامة واحدة، وبالتالي خسارة من خلال ما قدم صور وزفار كانت خسارة صور منطقية وطبيعية. طيب، بعد أن طغى على أجواء اللقاء طابع الهجومي من الفريقين والسرعة التي كانت حاضرة لدى الخابوريين في هز الشباك، تابعت صحيفة عمان سقوط المصنعة أمام جاره الخابورة وخرجت بعنوان قالت فيه: الخابورة ما أحلى فاز على المصنعة وأبكى. فقد فاز الخابورة على المصنعة بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب المجمع الرياضي بصحار في الجولة 18 المؤجلة من دوري عمان تيل المحترفين لكرة القدم. وشهد اللقاء تنويعا من الخابورة في الهجمات، وتمكن من الوصول لمرمى الجار وحقق المراد بفوز مهم ليقربه أكثر من أصحاب المراكز المتقدمة. إذا انتصار أيضا مهم للخابورة، أنعش الأمال للمنافسة على بطولة الدوري. طبعا الخابورة كما قلت لك بعيدا عن المباراة اللي قدمها بمرحلة الإياب مسابقة الكاس، مع ذلك مباراة فريق متوازن، خطوطه متجانسة، يلعب بإصرار. يتميز هذا الفريق بالسرعة في بناء الهجمات وبالسرعة في الانطلاق نحو المواقع الهجومية، لديه لاعبين يستطيعون استغلال كافة الفرص ومن أنصاف الفرص يسجلون. بمباراة المصنعة خلال يمكن الدقائق العشر الأولى هدفين، قلبوا كل الموازين. الفرصة أمام المصنعة للعودة كانت واضحة من خلال الفرص السهلة والباهتة اللي أضاعها ديفيد سيلفا وزملائه، تمريرات موجهات أمام المرمى. إصرار كان صور عفواً الخابورة كان أوضح، وأداؤه كان أفضل من خلال استغلاله بالفرص، عكس المصنعة يلي لم يستفد من الفرص عكس المباريات السابقة. يعني تشعر أنه هالجولة غير طبيعية، فيها شيء غير طبيعي، كما قلنا جولة مجنونة بكل ما تعني كلمة المجنونة، ليس يعني ما في شيء حد وبالأحرى مستوى توصل إليه أو كلمة تستطيع أن توصف فيها الجولة. كل شيء كان واضح، متقلب فيها الفرق اللي غالبية النتائج ما كانت متوقعة أيضا، خاصة عن عدد الأهداف بالزخم الهجومي. بالضبط، تستفيد من فرصة. مباراة المصنعة والخابورة كانت مباراة جميلة، كما قلت لك الخابورة استفاد من الفرص بالطريقة المثالية عكس المصنعة، وبالتالي كانت خسارته منطقية. طيب، وفي مواجهة أخرى أنعش نادي السويق آماله في البقاء بدوري عمان تيل المحترفين بعد أن أسقط مضيفه نادي السي برباعية جميلة. صحيفة عمان واكبت المواجهة وكتبت في عنوانها: السويق يعمق جراح السي ويسقطه برباعية ويقترب من الهبوط، حيث تفوق أصفر الباطنة على السي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء أمس على أرضية استاد السيب الرياضي في الجولة 18 المؤجلة، وارتفع رصيد السويق إلى النقطة 17، فيما تجمد رصيد السيب الذي ازدادت معاناته أكثر تعقيدا عند النقطة 12 في المركز الأخير، وبالتالي يقترب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل. إذا انتصار بطعم 6 نقاط بالنسبة للسويق. تماما 6 نقاط، هذا فوز. يعني كل الانتصارات بتكون ب3 نقاط، إلا الانتصارات اللي بتكون بين فريقين متنافسين سواء في الصدارة أو في القاع هي بتكون مضاعفة. من مجريات المباراة السيب وتيحت ركلة الجزاء وهدرها، كرة القدم لا تنتظرك والمباراة لا تنتظرك، أنت بتتعامل بواقعية مع مجرياتها، إما أن تستفيد من هذه الحقائق والوقائع وتسجل وتفوز، وإما سيفوتك بالتأكيد طموح الانتصار وبالأحرى الهدف اللي واصل فيه. لم تسجل في ركلة الجزاء الأولى، استفاد السويق اللي كان عنده إصرار على الفوز أكثر من السيب. أهدار فرص كما قلت لك هي مشكلة ومشكلة كبيرة جدا عند الفرق، إن لم تستطع دائما بكرة القدم إن لم تستطع تسجل وتهدر فرص سيتعرض برماك للأهداف، وهذا اللي صار تماما بالشوط الثاني. أثبت السويق أنه طموحاته وأنه لديه الإصرار على مغادرة على الأقل مواقع الخطر والهبوط. طبعا يمكن المنافسة بالمراكز المتأخرة أشد قوة وأكثر عددا بين الفرق من المباريات القاع.
السقوط هذا كثير بيهدد مرمى فريق السيب، وضعية السيب على جدول الترتيب وبالتالي هبوط للدرجة الأولى. المباريات القادمة مباراة نهائي كوس مع السيب إن أراد البقاء في دوري عمان. طيب، أبرزت صحيفة شبيبة في ملحقها الجماهير المواجهة المرتقبة في نهاية دوري الأولمبي بين السيب وصحم، وخرجت بعنوان قالت فيه: غدا السيب وصحم في تحدي كبير بنهاية الدوري الأولمبي، حيث يزدى الستار مساء يوم غد الجمعة على منافسات الدوري الأولمبي بمواجهتين، حيث يلتقي في ختام البطولة ناديا صحم والسيب على أن يسبقه لقاء ناديا صحار وبوشر على المركز الثالث. وستقام المواجهتين على استاد السيب الرياضي، وسوف يقوم أعضاء من الاتحاد العماني لكرة القدم لتقليد الميداليات والدرع للفائزين بالبطولة أو ببطولة هذا الموسم، والتي شهدت مشاركة وتنافس كبير من قبل الأندية في مختلف المحافظات. إذن أولمبي السيب وصحم يسجل حضور جيد ويتواجد في المباراة النهائية. أنا ما راح أركز إنه السيب وصحم من الوصول النهائي. أنا بتمنى يتم الاستفادة من العناصر الأولمبية، يعني هذا أنا الأمنية بالنسبة لي، إنه يا أخي هل مجموعة العناصر الموهوبة والشابة الموجودة بالفرق الأولمبية أتمنى إنه تأخذ مكانها في الفريق الأول، وعندي قناعة تماما إنه يتم تدعيم أي فريق بمجموعة من هؤلاء العناصر اللي بعض عناصر الخبرة وكم لاعب محترف، أي فريق يستطيع أن ينافس بأي دوري يلعب فيه. طيب، بعد أن أنهى تدريباته وبات جاهزا من أجل الحضور بشكل مشرف للسلطنة في بطولة آسيا لهوكي الجليد، صحيفة شبيبة تابعت آخر التحضيرات وخرجت بعنوان تقول فيه: منتخبنا الوطني لهوكي الجليد يغادر للكويت للمشاركة في البطولة الآسيوية، حيث يغادر غدا منتخبنا الوطني لهوكي الجليد والذي تشرف عليه اللجنة العمانية للرياضات الجليدية إلى دولة الكويت للمشاركة في البطولة الآسيوية، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 18 ولغاية 24 من أبريل الحالي، حيث يشارك في البطولة 5 منتخبات، وهي منتخبنا الوطني والهند وسنغافورة وماليزيا وقيرغيزستان والدولة المستضيفة الكويت. وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى لمنتخب هوكي الجليد بعدما شارك على المستوى الخليجي في البطولات السابقة. وفي عالم كرة السلة، تابعت صحيفة عمان الإثارة والندية في المباراة الأولى للمباراة النهائية في دوري السلطنة لتخرج بعنوان قالت فيه: نزوة يفوز على السيب في الجولة الأولى لتحديد الفريق الفائز بدرع السلة، حيث تمكن نزوة من الفوز على السيب بنتيجة 73-60، وذلك ضمن الجولة الأولى للمباراة النهائية للحصول على درع دوري عام السلطنة لكرة السلة للرجال موسم 2014-2015، يلعب الفريقان الجولة الثانية اليوم الخميس، وفي حالة فوز نزوة يكون بطلا للدوري، أما في حالة الخسارة ستكون هنالك مباراة فاصلة لتحديد البطل. إذن نزوة يقترب بشكل كبير من بطولة السلة. جميل أنه تلعب أنت المباراة تسميها البلاي أوف أو المباراة النهائية، 3 مباريات، اللي بيفوز بمباراتين هو بيتوج لقب. الفوز الأول بيعطيه حافز كبير لفريق نزوة. نزوة مثل يعني خلينا نكون واضحين فيه، يعني أبرز فرق كرة السلة في السلطنة من خلال الفترة الماضية والفترة الحالية، يحاول بشتى الوسائل المحافظة على أو بالأحرى العودة للألقاب. يضم الفريقين المباراة تمام بتحظى بجماهير جميلة، وكرة السلة بطبيعة الحال هي مباراة فيها كثير من الحماس والمنافسة. الفوز الثاني ما باعتقادي أنه راح يكون إذا تم للنزوة بيكون بطريقة سهلة، لأنه السيبي بيعرف تماما أنه الأمل له على الأقل يعيد الوضع لنقطة البداية، وبالتالي فوز اليوم حيرجع المباراة لمباراة فاصلة ثالثة وهي بتكون النهائية. المباراة يعني جميلة جدا بدها تكون، والاحتمالات كلها واردة في النهاية. كلها واردة، وبالعكس أنا حتى بتوقع يكون حضور جماهيري كبير دائما. نتيجة الجهد الكبير الذي تبذله الدول والاهتمام المتزايد لقطاع رياضة الشواطئ الذي يمشي بخطوات ثابتة وراسخة للاهتمام بهذه الرياضة، رصدت صحيفة عمان تصريحات طه الكشري أمين السر العام للجنة الأولمبية العمانية الذي أشاد بالبطولة الخليجية الشاطئية، وخرجت بعنوان على لسانه يقول: الدورة الشاطئية عرس خليجي والمنافسات القوية تؤكد تطور المستويات.
حيث عبر طه بن سليمان الكشري أمين السر العام للجنة الأولمبية العمانية عن سعادته بالاستضافة، مؤكدا أن المشاركة في هذه الدورة هو مكسب كبير لأبناء السلطنة، كما أنها فرصة للعمل الجماعي المخلص الذي سيثمر بنجاح أكبر، مشيدا بجهود اللجان العاملة في الدورة. وأضاف: هذا النجاح سينعكس إيجابا للرياضة الشاطئية في دول مجلس التعاون الخليجي. بعد تتويجه بكأس آسيا والبطولة الخليجية للكرة الشاطئية، التقت صحيفة عمان بمدير منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية حمود الحسيني الذي أشاد بتوالي إنجازات المنتخب وأكد على ضرورة مواصلة العمل استعدادا للمونديال العالمي. مزيد من التفاصيل نقرأها من صحيفة عمان. عبر حمود الحسيني مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية عن رضاه بالمركز الثاني الذي حققه المنتخب في البطولة الخليجية الأخيرة في قطر، حيث قال: بلا شك مركز ثاني المستحق يشعرنا بالرضا نظرا للإعداد البسيط والمتواضع والإصابات التي لحقت بعناصر مهمة في المنتخب، فضلا عن الإرهاق الذي نال من أغلب اللاعبين من جراء مشاركتهم في بطولات مجلس التعاون والبطولات العسكرية الداخلية، كما أن الفريق لم يجتمع سوى يومين فقط قبل المشاركة في هذه البطولة. لذلك وعلى ضوء جميع هذه الظروف نحن سعداء بوصافة الخليجية، وهي وصافة نعتبرها جيدة في كل الحالات. وعن مرحلة الأعداد التحضيرية لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قال الحسيني: هناك لاعبون أو ثلاثة سيخضعون للراحة الإجبارية دون أن يتطرق إلى أسمائهم، وذلك عقب استشارة طبيب الفريق، وثم نعاود المعسكرات الداخلية بمعسكر داخلي في الوقت الحالي في صلالة بمشاركة 7 أو 8 لاعبين، ومن ثم سنتجه إلى إيران للعب بطولة ودية تجريبية خلال الفترة من 19 إلى 24 من إبريل الجاري، حيث سنخوض عدة مباريات قبل أن نعود إلى السلطنة، حيث سنحرص على لعب 3 مباريات على أقل تقدير قبل خوض معترك التصفيات المهمة. وفي عالم الاسكواتش، تناولت صحيفة عمان في صفحاتها الداخلية صافرة بطولة عمان للاسكواتش في نسختها الأولى والتي ستنطلق منافساتها اليوم لتخرج بعنوان قالت فيه: انطلاق بطولة عمان المفتوحة الأولى للاسكواتش اليوم. حيث تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة عمان المفتوحة الأولى للاسكواتش والتي تستمر على مدار 3 أيام، وذلك بملاعب الاسكواتش بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وسيشرف على إقامة وتنظيم البطولة المديرية العامة للأنشطة الرياضية بالوزارة، وستشهد البطولة وفي نسختها الأولى إقامة 3 مسابقات متنوعة، فالمسابقة الأولى مخصصة لفئة العموم والأخرى تحت 18 عاما للناشئين، إضافة إلى مسابقة أخرى بالبطولة مستحدثة للنساء. واصل متسابقو السلطنة سيطرتهم وتألقهم في المحافل الخليجية في سباقات الكارتينج. صحيفة الوطن تابعت فعنونت تقول: السائق حمد وهيبي يتوج بجدارة بلقب فئة DD2، حيث تمكن متسابقو السلطنة من اعتلاء منصة التتويج في الجولة 12 والأخيرة من منافسات روتكس ماكس الكارتينج، والتي أقيمت منافساته على حلبة مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استطاع بطل السلطنة في الراليات سابقا حمد وهيبي التتويج بالمركز الأول في فئة DD2 ماستر، بينما حل الإخوان عبدالله الرواحي وسند الرواحي بالمركزين الثاني والثالث على التوالي في الفئة نفسها. إذن حمد وهيبي يعود للتألق من جديد وهذه المرة في الكارتينج. طيب، هذا يمكن يعطيه للرياضة هي أو للأحرى للفئة من السباقات هذه يمكن زخم أكبر، ويعطيه يمكن اهتمام وحتى ممارسة بعتقد بيكون بطريقة أفضل. حمد الوهيبي اللي تألق بالراليات يبدو بعد ما ترك سباق راليات ما بيستطيع مبارحته أو مغادرة المنافسة بالسيارات، فانتقل لهذه المنافسة اللي يجب أن نشير إلى تحظى بشعبية سواء في السلطنة أو حتى في منطقة دول الخليج. جميل. عموما المشاهدين الكرام متواصلون معكم، نذهب إلى فاصل قصير وبعد ذلك ننتقل للصحافة العربية. برنامج اليوم السابع سيبحر بكم في مختلف الألعاب الرياضية والأنشطة المحلية
معها بعد ذلك في طاولة اليوم السابع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نفتتح جولتنا في الصحافة العربية من المملكة العربية السعودية وبالتحديد من مدرج المجانين النادي الأهلي الذي شهد السقوط الأول هذا الموسم، ليخيم الحزن والصدمة العشاق الراقي. عدسة الاقتصادية رصدت أحزان الكتيبة الخضراء في عنوان قالت فيه: الأهلي رب ضارة نافعة، حيث أن الصمت والحزن كان هو العنوان الأكبر الذي ارتسم في وجوه أعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق الأهلي لكرة القدم، إضافة إلى الجماهير بعد الخسارة من نظيرهم القادسية بركلات الترجيح 4-2 بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في دور 16 من مسابقة كأس الملك. الاقتصادية اعتبرت خروج الأهلي من المسابقة فرصة للتفرغ للجبهات الأخرى وأبرزها الدوري ودوري أبطال آسيا. إذا الخسارة الأولى للأهلاوية هذا الموسم أمام القادسية وبالتالي وداع لبطولة كأس الملك. ما هي مباراة الكؤوس يعني فرصة واحدة إما تفوز أو تخسر. بس في شغلة نعقب عليها، إنه خسارتك أنت هذا البطولة تعطيك فرصة أكبر إنه عم شارك ببطولتين دوري ودوري أبطال آسيا. قد يستفيد الأهلي من هذه معنويا، هل ممكن تأثر سلبا على الفريق؟ بيتجاوزوها بسهولة، خاصة إنه هن بتعرف إنه عندما تكون عم تحارب على بطولة الدوري وعلى دوري أبطال آسيا بالتأكيد تكون طموحات أكبر بكثير من التعرض أو بالأحرى من التأثر بخسارة بهذه المسابقة، على الرغم إنه الطموحات بتكون دائما هو يحاول أي فريق اللي يضم أو بالأحرى يحصل على الألقاب جميعا. البطولة بالتأكيد بتخفف الضغط على اللاعبين فنيا وبدنيا، وبالتالي يصبح هناك التركيز أوضح. بين ما تركز على ثلاث مباريات على ثلاث بطولات تركز على بطولتين بيصبح الامور افضل بكثير، وهذا الامر بينعكس على حتى على كافه المباريات. حتى في الدوري العماني هناك اشكاليه مع الفرق المهدده بالهبوط، عندها مشاركات خارجيه وعندها مشاركه في بطولتين، وبالتالي تشعر بثقل هذه المهمه، وبالتالي تشعر انه النتائج لا تتناسب على الاطلاق ودون الطموحات بكثير. الاهلي ربما مثل ما كتبوا بالعنوان رب ضاره نافعه من أجل المنافسة بالبطولتين القادمتين. فرقة النمور نادي الاتحاد تصل العاصمة الرياض لمواجهة الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية. المدينة ذات الميول الحجازية تابعت وصول بعثة نادي الاتحاد، فعنونت تقول: حظر إعلامي على لاعبي الاتحاد قبل الكلاسيكو، حيث منعت إدارة نادي الاتحاد لاعبي الفريق الأول من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والصحف خلال اليومين المقبلين من أجل رفع حالة التركيز وإبعادهم عما يشتت تفكيرهم بما يكتب عنهم قبل مباراة الكلاسيكو غدا أمام الهلال. وكانت بعثة فريق الاتحاد غادرت إلى الرياض مساء أمس للدخول هناك في معسكر قصير قبل لقاء الكلاسيكو غدا الجمعة بعد أن أدى الفريق ميرانه الأخير صباح أمس. إذن تحضير نفسي خلينا نقول في المقام الأول من الاتحاديين للقاء منتظر أمام الهلال. يعني بدي يمكن هي المباراة ببطولة الدوري، يعني الفريق اللي بيفوز بهي المباراة يمكن وما فاز بالدوري ما عنده مشي، خلاص انه اخي فزت انا بهذه المباراة. بتعرف الاعلام بيعطيه كثير من الزخم، اضافة لكون المباراة هي فرصة للمنافسة المفتوحة دائما بين الفريقين. اللي شفناه منذ البداية انه هناك دائما
ضغوطات، حرص من الإعلام، حرص من الجماهير، من إدارة الفريقين على إبقاء دائما كل الأمور هيك تحت السيطرة، محاولين طبعا بشتى الوسائل جعل اللاعبين يركزون فقط على المباراة، يعني يبعدون عن كل المؤثرات الثانية، وهذا مستحيل جدا. لكن كما قلت لك تبقى المباراة على أرض الملعب مختلفة تماما، عكس الضغوطات المشعرة نحن فيها انه والله عم يسكروا على اللاعبين يمنعونا من تشتيت افكارهم وذهنهم، لكن بالمباراه من هلا بقول لك اياها هجوميه من كافه الطرفين، ومباراه مفتوحه الاحتمالات. طيب، محرر صحيفه الرياض ضمن عموده اليومي في الشباك يواصل كعادته رصد ابرز ما يدور في اروقه الكره السعوديه من احداث وكواليس من خلال مجموعه من الالتقاطات السريعه التي تحمل في طياتها الكثير من المضامين، نتعرف على ما جاد به اليوم من خلال هذه القراءه. حصول نادي الهلال على المرتبه 22 عالميا حسب تصنيف الفيفا الشهري بفارق رقمي كبير عن بقيه الفرق العربيه والمحليه، يؤكد علو كعب النادي الجماهيري وتخطيه بنجاح كل الظروف الإدارية والفنية التي مرت به خلال الفترة الماضية. أغرب تبريرات هي التي تصدر من اتحاد الكرة على لسان متحدثه الرسمي، إذ دائما ما تهدف إلى تبرئة ساحة الاتحاد ولجانه من الأخطاء، وتأتي على شكل أعذار غير مقنعة، كان آخرها الحديث عن السبب في إحضار حكم بولندي لقيادة مواجهة التعاون والنصر، وأنه خاطب 9 اتحادات أهلية لهذا الغرض ولم ترد عليه. إذا بدأ ذلك العضو السابق المطرود ظهرا بأحاديثه واتهاماته التي تفوح منها رائحة التعصب، فعلى المتلقي انتظار بقية الأبواق مساء عبر الفضاء، لأن التحركات مدروسة ومتفق عليها سلفا بعد كل إخفاق. كان على اتحاد الكرة مراعاة ظروف مواجهات فريق نجران على أرضه وإيجاد الحلول باكرا وعدم تأخير المباراة لموعد يثير غضب المنافسين الذين يرون أنهم يجهدون بدنيا فيما غيرهم يتلقى راحة مجانية، الذين دافعوا واعترضوا على طريقة الطرح التي صاحبت احتكاك المدافع بالمحترف الخليجي وأقحموا الوطنية في القضية، هم في الأصل من تبنى وقاد الحملات ضد المنافسين عندما كانوا يمثلون الوطن. وفي الإمارات، فرقة البنفسج نادي العين تقترب من تحقيق اللقب 12، التحدي هذه المرة هو العبور من بوابة اتحاد كلباء التي لا تملك ما تخسر الخليج، تابع تحضيرات الزعيم في عنوانه. قالت فيه: الزعيم يبدأ اليوم العد العكسي نحو اللقب 12، فقد تكون المرحلة 23 من دوري الخليج العربي حاسمة في تحديد هوية البطل وهوية الفريق الثاني الذي سيودع عالم الأضواء، بعدما كان اتحاد كلباء أول المغادرين، حيث يستقبل العين المتربع على قمة ترتيب دوري الخليج العربي ضيفه اتحاد كلباء الأخير في مباراة يتطلع من خلالها الزعيم إلى كسب النقاط 3 من أجل التتويج في اللقب، لو قدر للجزيرة الوصيف أن يتعرقل غدا أمام بنياس. ماذا قال زلاتكو داليتش مدرب العين عن المواجهة، وكيف يرى وليد عبيد مدرب اتحاد كلباء حظوظ فريقه في مواجهة المتصدر، وكيف ستكون أحداث المواجهة المهمة بالرغم أنها نظريا غير متكافئة؟ إجابات هذه الأسئلة نتعرف عليها من خلال هذه القراءة في تصريحات مدربي الفريقين قبل المواجهة. عبر مدرب نادي العين الكرواتي زلاتكو داليتش عن احترامه طرف مواجهة اليوم فريق اتحاد كلبة الذي سيستضيفه العين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 23 من دور الخليج العربي، مشيرا إلى أن دور جماهير الأمة العيناوية لم ينتهي بعد. وشدد الكرواتي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مباراة اليوم أمام متذيل جدول الترتيب، مضيفا في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة اليوم: الفريق الضيف ليس لديه ما يخسره بعد تأكد هبوطه وعدم وجوده معنا في الموسم المقبل، لذا علينا اللعب بجدية كبيرة، فنحن بقدر اقترابنا من لقب الدوري بقدر ما نحن بعيدون، إذ لا تزال هنالك 4 جولات و12 نقطة، فمباراة اليوم غاية في الأهمية في طريقنا نحو حظ لقب دور الخليج العربي.
وصف مدرب نادي الاتحاد كلبا لكرة القدم وليد عبيد المباراة التي سيخوضها فريقه أمام العين في لقاء الجولة 23 من دور الخليج العربي بالصعبة والمهمة لمسيرة لاعبي، مشيرا إلى أنهم سيستمتعون بهذا اللقاء الذي يدخلونه بلا ضغوط ومع فريق ذي قاعدة جماهيرية كبيرة. وأوضح عبيد في المؤتمر الصحفي أمس الأول في كلبا أن فريق الزعيم العيناوي بحاجة إلى نقاط المباراة أكثر من فريقه، خصوصا بعد خسارة الجزيرة الأخيرة، ليتسع فارق النقاط بين الفريقين ويضمن بقاءه في المركز الأول. العين طبعا اقترب كثيرا من الفوز ببطولة الدوري، الفوز على اتحاد كلبا وخسارة الجزيرة يعني يتوج باللقب. يمكن البعض يقولوا من حسن حظه للعين انه عم يلعب مع الفريق اللي عرف انه هبط الى الدرجه الادنى، والبعض يقول لا من سوء حظه للعين انه عم يلعب مع فريق ليس لديه شيء يخسره، فقط يريد لاعبه بتحديد اللاعبين اثبات الوجود وتقديم انفسهم بطريقه جيده، ربما من اجل طموحات فرديه، طموحات بشكل عام للمستقبل لهؤلاء اللاعبين. المباراه لا يتوقع البعض قد تكون سهله للعين، والبعض وقد تكون سهله، ولكن يجب ان نكون منطقيين. مدرب العين الكرواتي كان واضح وصريح جدا، ومدرب احترافي بكل ما تعني الكلمه، قال لهم بقدر ما نحن قريبين من البطوله، بقدر ما بعاد بالوقت نفسه، يجب ان نتجاوز هذا الفريق، الفريق ليس لديه ما يخسره، وبالتالي ستكون المباراه من باب تاكيد الوجود بالنسبه للفريق اتحاد كلبا. المباراه من وجهه نظري يعني لن يفرط فيها العين، لكن يجب ان نكون مثل ما حكينا، يجب ان تحترم نفسك قبل كل شيء، ويجب ان تلعب مع هذا الفريق وتضع في حساباتك انه سيلعب من اجل تحقيق نتيجه معنويه قد تكون حافز اللاعبين من اجل الموسم المقبل. طيب، احاديث اعلاميه كثيره مثل كل من نبيل معلول واولي شتيلكي ورضا عنتر اضلع مثلثها في حرب كلامية ومناوشات حول حظوظ الكويت وكوريا الجنوبية ولبنان في المجموعة السابعة المؤهلة لمونديال 2018 وكأس أمم آسيا 2019. نتعرف على ما جاء على لسان نبيل معلول في حوار هاتفي مع صحيفة الرأي من خلال هذه القراءة السريعة. فيما يشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة، تبادل كل من مدربي منتخبي الكويت لكرة القدم التونسي نبيل معلول وكوريا الجنوبية الألماني أولي شتيلكي وبينهما نجم منتخب لبنان لكرة القدم رضا عنترة أقطاب المجموعة السابعة تصريحات المجاملة على الهواء مباشرة من خلال منافذهم الإعلامية، تعليقا على ما أسفرت عنه قرعة الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا، وفي الوقت ذاته لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات والتي أجريت في مقر الاتحاد الآسيوي للعبة في العاصمة الماليزية كوالالمبور. معلول قال في اتصال هاتفي من باريس للراي: أمامنا عمل كبير ومتواصل، لأن ما يفصلنا عن أول مباراة مع المنتخب اللبناني أيام بحكم سرعة دوران الزمن، ويجب أن نبذل الجهد والعرق والصبر لكي نكون على قدر المسؤولية سواء كجهاز فني أو لاعبين، لا سيما وأن المهمة ليست سهلة أو نزهة. معلول بدأ مرتاحا للغاية خلال الاتصال الهاتفي، وقال في بداية الحوار عندما حاولنا استمزاج رأيه في القرعة: عادي عادي، من يسعى إلى التأهل إلى كأس العالم فعليه أن يتوقع مهمة صعبة، لا ننسى بتاتا أن كوريا الجنوبية قوية وأن منتخب لبنان أخرج الأزرق من تصفيات مونديال 2014، لكني أثق في قدرة اللاعبين على تجاوز العقبة هذه المرة. إذن الكويت في مجموعة ليست بالسهلة، كوريا الجنوبية ولبنان أيضا المنتخب يعني اللي حقق عديد المفاجآت في الفترة الماضية. نبيل معلول يؤكد على أهمية وضرورة العمل الجاد، خاصة أن الفترة أصبحت قريبة جدا قبل انطلاق التصفيات. هي اللي حكيناها على المنتخب الوطني العماني. يمكن الشيء اللي بده يتم التركيز عليه هي
كوريا منتخب عملاق ويمكن أبرز المرشحين ليس لتصدر المجموعة بل وصول لنهاية كأس العالم، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كرة القدم تضم كل ما يمكن أو ما يخطر على بالك من مفاجآت. اعتقاد المنافس الكبير ستكون بين المنتخبين اللبناني والكويتي. المنتخب اللبناني بالتصفيات الأخيرة الآسيوية هو الذي أبعد المنتخب اللبناني، عفوا التصفيات السابقة لكأس العالم هو الذي أبعد المنتخب الكويتي، وبالتالي هناك نوع من المنافسة والحد والندية بين المنتخبين. النبيل معلول من هلا يعني المجاملات طبعا هذه توزع بدون مقابل وبسهولة، لكن يبقى العمل. وركز على شغلة مهمة جدا نبيل معلول اللي كنت بنانا، إنه يجب أن يكون عمل سريعا، ويجب أن يكون هناك التركيز. وقال إنه من يريد التأهل لكأس العالم يجب أن يعمل عليه بقوة، والأمور ليست سهلة بل صعبة. طيب، بعد أن طارت الطيور بأرزاقها في دوري النجوم القطري بتتويج الأخوية باللقب، هناك صراع ملتهب في قاع الترتيب في رحلة بحث بعض الفرق عن الدفء والبقاء. الوطن تابع تشبث فرق القاع بالبقاء في عنوان قالت فيه يوم تحديد المصير، حيث يدافع الوكرة عن وجوده في دوري نجوم قطر اليوم وهو يلتقي الغرافة في استاد سعود بن عبد الرحمن بالوكرة، حيث أن الفوز وحده يمكن أن يكون طوق نجاة للوكرة للهروب من الهبوط، حيث أن فارق الأهداف يصل إلى 10 مع غريمه الشحانية الذي يكافح أيضا البقاء والذي سيلعب بنفس الوقت مع الأهلي. إذن يعني مباراة من أهم مباريات الوكرة في هذا الموسم أمام الغرافة. مثلك المشكلة أنه دائما بكل الدوريات المنافسة ما بتكون هي على الصدارة دائما، يمكن أحيانا بتكون المنافسة على القاع يمكن بسبب وجود عدد كبير من الفرق، وحتى من الفرق العريقة بتعطي يمكن إثارة أكبر، إثارة وندية، بتشعر أنه المنافسة يعني ما عاد تفكر الناس اللقب خلاص لخوية حسم اللقب، لكن بدل الحسم بالمراكز المتأخرة. مباراة بكل مباريات الدوري أن يفوز الفريق بيأمن بقاءه بالدوري، وخسر بيرجع بينزل بيهبط إلى الدرجة الأدنى. يعني كل شيء بذلته أنت في الموسم هذا يتلخص في هذه المباراة وهذه الصعوبة، يعني ومن هنا تكمن الصعوبة. مباراة تقرر مصير فريق في مشوار دولي، أمور صعبة دائما هكذا تركيز. الأمتار الأخيرة من عمر الموسم تبقى الأمتار الأهم وتحتاج إلى تحضير خاص من مختلف النواحي. هي ما تبقى أنت إذا أردت أنه تتجاوز كل هالصعوبات يجب أن تكون تعمل من منزل البداية وتحسب هذا الحساب. صحيح. لكن أنت شاءت الظروف ووضعتك في هذا المصير، فهالمباراة هي بتعدل لك كل شيء لعبته مباريات على يعني كل المباريات اللي فزت فيها ما بتعني لك شيء، بتعني لك الفوز بهالمباراة يغنيك عن الفوز بكل السابق. طيب، بولوني مدرب الخور يرى بأن هناك تفاوت كبير بين أندية دوري النجوم القطري من حيث الإمكانيات وعدد المحترفين في كل فريق. الراية عنونت على لسان بولوني الذي ظهر بلا حول ولا قوة، فكتبت تقول كيف أنافس أندية تلعب بخمسة عشر محترفا، حيث أكد الروماني بولوني مدرب نادي الخور أن مباراة فريقه أمام أم صلال اليوم ستكون صعبة، وعن إمكانية أن يكون الخور بين المنافسين على اللقب في المواسم القادمة. قال بولوني بأن البقاء لموسم آخر هو ما يهم النادي في هذه المرحلة، وقال لدينا 4 لاعبين محترفين، 3 في الهجوم و1 في الدفاع، في حين أن هنالك فرقة تملك 15 محترفا في صفوفها، إنها بالتأكيد مفارقة كبيرة وتفاوت كبير. في النهاية يعني هنالك عوامل نجاح تتوافر لدى بعض الأندية وما تكون موجودة لدى أندية أخرى، وبالتالي ربما ترجح كفة الأندية اللي تتفوق في هذه الأدوات. مثل ما حكى بولوني كان واضح، ومن خلال هي عملية تجنيس اللاعبين الحكى انه على المحترفين ما المحترفين، وكانوا يعني انا اللي عجبني انه منطقي قال لك انه لا هدفنا نحن مو المنافسه، هدفنا البقاء لموسم اخر في دوري نجوم قطر. هي امر مفروغ منه بكل الدوريات وخاصه في منطقه الخليج، دائما هناك فرق تستطيع ان تصنع كما قلت لك فريق من بسرعه وبقوه من خلال بسبب وجود الامكانيات المادية. ما يحدث في الدوري القطري الكل بنعرف هناك في مستويات وتفاوت في الإمكانيات بين فريق وفريق، وبالتالي تشعر أنه بعض الفرق تستطيع دائما المحافظة على قوامها وعلى فرقها، وبالتالي تستطيع المنافسة بشكل عام، عكس الفرق الأخرى اللي دائما تتعرض إلى تذبذب في النتائج وتذبذب وتفاوت في الأداء، وبالتالي تصبح مهددة بالهبوط. مثل ما حصل بالخبر اللي قبل هذا كمان أنه فريق تلخصت مباراة له بكل الموسم، وهذا بالتأكيد عائد إلى الإمكانيات المادية اللي بتقدم أو بالأحرى المتاحة لكل فريق من هذه الفرق. طيب،
مشروع الاتحاد البحريني لكرة القدم في تحويل دوري الدرجة الأولى إلى دوري محترفين يأخذ الحيز الأكبر من الحديث في الوسط الرياضي خلال هذه الأيام نظرا لاقتراب الموعد. الأيام تواصل قراءة أبرز ما يحيط بالملف من متطلبات ومطبات، نتعرف على ما جاء اليوم في الأيام من خلال هذه القراءة. مشروع الاتحاد البحريني لكرة القدم في تحويل دوري الدرجة الأولى إلى دوري محترفين يأخذ الحيز الأكبر من الحديث في الشارع الرياضي خلال هذه الأيام نظرا لاقتراب الموعد الذي حدده سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة لتطبيق نظام الاحتراف في العام 2016. وفي الفترة الماضية طرحنا بعض الموضوعات المتعلقة في هذا الشأن كالميزانية العامة للقطاع الرياضي متمثلا في الأندية والاتحادات، وموضوع متطلبات حصول الأندية على رخصة الاحتراف الدولية. واليوم نكمل سلسلة المواضيع المتعلقة بهذا الشأن من خلال طرح نقطتين مهمتين حول تنظيم المسابقات والسياسة الإعلامية، على أمل أن يتسع صدر المسؤولين بالاتحاد لتقبل المصارحة والعمل على تطوير كل ما يتعلق بهذين الجانبين الحيويين عند الاتحادات المحترفة. ربما يعول الاتحاد البحريني لكرة القدم على قرار تشكيل وزارة الشؤون الرياضية لإعادة النظر في أوضاعه وأوضاع شركائه المالية بما يسهم في نجاح مشروع الاحتراف، ولكن فيما لو لم تعالج وزارة الشؤون الرياضية الأوضاع المالية للاتحاد والأندية وذلك أمر وارد. فهل نحن جاهزون لدخول عالم الاحتراف في الوضع الراهن؟ الإجابات دائما متباينة بين من يرى أننا جاهزون وبين من يرى العكس، ولكن هناك دائما جوانب تعتمد على إمكانيات الموارد البشرية وفكرها الاحترافية بغض النظر عن الموارد المالية مهما كانت ضئيلة الحجم. إذن خطوة هامة راح يخطوها الاتحاد البحريني لكرة القدم دوري المحترفين. أتمنى يعني أنا كثير يمكن متلهف لأعرف الطريقة اللي بيتم فيها تطبيق وشوف الصعوبات، ويا ترى شو استفادة الاتحاد البحريني لكرة القدم من التجارب السابقة اللي حواليه في هذا المجال. أنا في خلال التصفيات المنتخبات الأولمبية التقيت مع بعض المسؤولين وبعض الأجهزة الجهاز الفني للمنتخب البحريني، وكانوا تماما نحن من أسس تطور الكرة البحرينية يجب أن يتم تطبيق الاحتراف. وتفاجأ عندما تجد أنه كل فريق عنده مجموعة من اللاعبين المحترفين يعني عايشين الاحتراف لكن بصورة مغلفة. المهم أن نتمنى أن تكون الأمور أصبح أوضح، وخاصة بالمجالات من ناحية اللي بتحتاج تماما إلى دعم مادي ودعم معنوي ودعم إعلامي من كافة نواحي. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الصحافة العالمية ونبدأ جولتنا من إسبانيا، فقد تغنت صحيفة الموندو ديبورتيفو المقربة من أسوار نادي الكتالوني بفوز البلاوغرانا على نادي الباريسي وفي عقر داره حديقة الأمراء لتكتب في عنوانها أولا لا، حيث حقق فريق برشلونة الإسباني فوزا مستحقا خارج أرضه على حساب مضيف باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس في جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وذكرت الموندو أن الثلاثي المرعب ميسي سواريز نيمار كانوا في القمة بعد أن وضعوا الفريق قدما نحو التأهل لمربع الكبار في دوري الأبطال بهذا الفوز، لتبقى مهمته أكثر سهولة في لقاء الإياب على ملعبه كامب نو. وأشادت الصحيفة بتألق سواريز الذي جعل ديفيد لويز أضحوكة العالم. إذا انتصار مهم لبرشلونة وقرب بشكل كبير للدور القادم، تفوز على منافسك المباشر بأرضه وبين جماهيره بثلاث أهداف مقابل هدف، ويعني إضافة للفوز اقترن مع قصد سيطرتك على مجريات المباراة وعودة التألق، أو بالأحرى بداية التألق الواضح والكبير لسواريز، سجل هدفين وهدف منهم رائع جدا. هذا بالتأكيد يعني مو بيعطيك أنت الفرحة والجماهير ولكل الصحف المؤيدة أو بالأحرى اللي تتغنى بهذا الفريق أنه تفرح وتعبر عن فرحتها. الإشكالية كانت هناك كان بغض النظر عن الغيابات اللي البعض يحكي أنه غيابات تأثر فيها باريس سان جيرمان، لكن كل المجريات كانت لمصلحة برشلونة.
برشلونة اللي بعتقد أن المباراة الإياب خلاص أصبحت سهلة، يعني الفريق اللي بدي على باريس سان جيرمان يجب أن يفوز بفارق يعني 3-1 النتيجة أو يفوز أكثر من 3-1، هدفين نظيفين أيضا نتيجة تؤهل، يعني الأمور أصبحت بالنسبة له صعبة، يعني بأرضه لم يستطع تحقيق المراد. يجب أن نشير هنا إلى أنه سواريز يعني فعل كل ما يستطيع أن يفعله، وبالتالي حتى قارنوا بين سواريز وما قدمه ديفيد لويز، وكانت طبعا الغلبة لمصلحة سواريز بالتأكيد. وفي البرتغال أشادت صحيفة بولا البرتغالية بفوز نادي بورتو على نادي البافاري بثلاثة أهداف، التي شهدت تألق نجم الفريق المخضرم كواريزما، لتخرج الصحيفة بعنوان على لسانه قالت فيه: لقد أثبتنا أننا أيضا فريق كبير. فبعد أن حقق فريق بورتو البرتغالي فوزا مستحقا ومذلا على ضيف بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دراغاو، قال كواريزما: تهانينا على الفوز، لقد قطعنا شوطا مهما ولقد أثبتنا أيضا أننا ناد كبير. وأضاف: بالطبع نحترم نوير كحارس أو كأي حارس آخر، ولكن التسجيل هو أمر رائع. بايرن ميونخ فريق كبير وهو من بين أفضل النوادي بالعالم، ولديهم لاعبين كبار ومدرب عظيم، علينا التركيز الآن في مباراة أكاديميكا ومن ثم التجهيز لمباراة الإياب. أيضا بورتو يحقق انتصار كبير على البايرن. أنا من الفرق اللي بتعجبني جدا، وكل فترة وفترة من الفترات بورتو ينافس بقوة على وبيحرز ألقاب دوري أبطال أوروبا. فوزه على بايرن ميونخ قياسا للمباراة، استفاد من الأخطاء، استفاد يعني الأخطاء الدفاعية اللي بنشوفها نحن أحيانا بالدوري ونعتب على بعض المدافعين، بتشوفها بأقوى الفرق العالمية، وبالتالي تصبح الأمور سهلة. بورتو من الفرق فعلا أثبت من الفرق القوية، والدليل نتائجه السابقة وما قدمه حاليا. طيب، بعد قراره عدم مواصلة المشوار مع نادي الألماني دورتموند، سلطت صحيفة التلغراف البريطانية الضوء على رحيل الألماني يورغن كلوب واقترابه من السيتي، لتخرج بعنوان وصفة الرحيل: تعالوا وخذوني. فقد أعلن بروسيا دورتموند بالأمس عن رحيل كلوب مدرب الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد أن شعر كلوب بأنه لن يتمكن من تقديم الإضافة للفريق في الفترة المقبلة، مما دفعه لاتخاذ هذا القرار. وقد تابعت التلغراف رحيل كلوب مشيرة بالوقت ذاته إلى أن الألماني أصبح متاحا الآن، ويمكن الأندية التي تريد التعاقد معه أن تبدأ التفاوض، حيث توجد العديد من أندية الدوري الإنجليزية التي تضع التعاقد مع كلوب كأحد أهم أهدافها في الموسم الجديد، نظرا لما يتمتع به مدرب روسيا دورتموند من قدرات تدريبية تؤهله للعمل في مختلف الدوريات. نصل بكم الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحيفتي الجزيرة السعودية والمدينة السعودية. إذن مع الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى الختام، وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل للإعلامي الرياضي الأستاذ معن نداف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا أحمد. الختام أيضا تقبل تحياتي وتحيات طاقم العمل، وإلى اللقاء.